السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجنا ماذا سنأكل اليوم. واليوم جينا لمطعم فريد من نوعه كاملة، جدا حلو، اسمها مارا ريستورانت. يكون المطعم بهيئة كهف والصخور وعاملين فيها شغلات جدا حلوة. يلا خلينا نشوف المطعم شلون شكلها من داخل. وجبتنا اليوم راح يكون ستيك من لحم وايضا الكفتة وايضا السجوق مع السلطة البيزنطينية. وهسه بصراحة جوعانين ونريد نبلش بالاكل. يلا شباب يلا ابقوا معي وتابعوا الفيديو. فأنا من الجنوب. أوبا عجي. هسه بدينا نشوي. مثل ما تشوفون عندنا احلى ستيك، تمام، وبعدين عندنا كفته، اللحم مفروم، الله على هذا الطعم، وعندك ايضا السجوق ويا فلفل اخضر، وعندنا طماطم وياه، ونسوي سلطه البيزنطيني ان شاء الله. حياه الشباب. يلا هسه وصلنا الى تحميص الخبز، راح نحمصه حتى نبدي ناكل ونقول لكم شلون الطعم. اكيد على منظرها راح يكون طعمها مثل منظرها. او ماي جاد او ماي جاد، شوف شلون مستوي شلون مستوي. اويلاه شوف 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 شوف. الخبز طلع مثل الكعكة، كعكة كعكة مو خبز. يا الله يلا نقول بسم الله ونبدأ بالأكل. أوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أول شيء راح نبدأ بالكوفتة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة طعمه جدا حلو. وهسه راح نبدأ
بالستيك. روعة والله روعة. جينا إلى نهاية الحلقة، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا اللايك وتعليقاتكم. ربي يحفظكم، تحياتي لكم، السلام عليكم.